لم تتكشف حتى الآن وقائع اعتقالات الأمراء بشكل كامل، ولكن وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن مقنعين من حرس الديوان الملكي اعتقل الأميرين صباح أمس الجمعة من منزليهما واللذين أخضع للتفتيش. وأكدت المصادر التي أوردت الخبر ومن بينها صحف أمريكية حدوث اعتقالات أنها طالت حتى الآن الأمراء أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وشقيقه الأمير نواف بن نايف، لكنها لم تجزم حتى الآن بشأن دوافع هذه الاعتقالات. ومن بين الفرضيات التي ذكرت في صدد الحديث عن تفسير أسباب الاعتقالات الجديدة، أولاً ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف له صلة بمحاولة انقلاب مزعومة، وأضافت أن السلطات تتهم الأميرين بالخيانة العظمى وأنهما يواجهان عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة على حد زعم الصحيفة. ثانياً استبعد بعض المحللين فرضية الانقلاب الداخلي، وقال الكاتب والباحث السياسي علي ناصر الدين إنه هناك تحرك ما فقد يكون بسبب معارضة التغييرات التي يقوم بها ولي العهد. ثالثاً قالت وكالة رويترز والتي أوردت النبأ أيضا أنه لم يتسنى لها التأكد من سبب أو خلفية الاعتقالات الجديدة، ولكنها عازت إلى مصدرين تحدث لها أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة سعوا لتغيير ترتيب وراثة العرش، معتبرين أن الأمير أحمد هو أحد الخيارات الممكنة والذي يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية على حد تعبيرها. رابعا أن بعض المعتقلين سعوا عند الملك للشفاعة للمعتقلين من آل سعود من أجل الإفراج عنهم، وأنهم خلال حديثهم لم يمضوا خلال حديثهم مع الملك الليونة المطلوبة فبادر بن سلمان لاعتقالهم. يذكر أن السلطات السعودية قد شنت عام 2017 حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق الريتز كارلتون بالرياضة، والذين اشتهروا لاحقا بمعتقل الريتز. لا يتوقف السعوديون عن إدهاش العالم كل يوم، وهم يدركون انتماءهم لوطن اختارته الأقدار كبيرا، وقدر الكبير أن يبقى أبدا شاغل الدنيا ومسرح الأضواء.